عليك درت أن تجلي الصدع عن القلب عليك بالذكر. ومن أعظم الذكر يا عبد الله القرآن، عليك بالقرآن. اجلس لا تقرأه قراءة نثر الدقل أو هد الشعر، لا اقرأ القرآن آية آية. ما الذي قرأناه في المجلس؟ قرآن. والله لو نتدبر في اليوم والليلة آية لعل هذا القلب والله يحيى بعد موته. ولهذا الله جل وعلا يقول أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالهم. اقرأ القرآن. ألا ارجع إلى البيت واقرأ، أو استمع إلى رجل تخشع لقراءته. القرآن ليس هناك أفضل منه. أثنين، عاهد نفسك على قيام الليل، ابدأ ولو بأسبوع مرة. وإياك أن تبدأ نص الليل كله تقوم، خطأ. ابدأ بالشيء اليسير وتدرج مع هذه النفس. أحب الأعمال الله أدومها وإن قل، وأضعف الإيمان الوتر. وإن كنت لا تستطيع آخر الليل فعليك بأول الليل، اجعلها ركعتين مع الوتر، 4 ركعات 6 ركعات. من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين. عليك بقيام الليل، أفضل ما يجلي الصدع عن القلب. والله جل وعلا يقول عن السابقين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. ابن عمر ما كان ينام في الليل، متى لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. يقول نافع ما كان ينام، يصلي الركعتين فيقول لنافع هل أسحرنا، يقول لا بعد، فيصلي ثم يسلم يقول لنافع هل أسحرنا، يقول لا بعد، حتى الفجر ما ينام من الليل إلا القليل. انظر كيف بلغوا ووصلوا قيام الليل. عليك بالصيام. تقول لي ما أستطيع، أقول لك ما أستطيع يوم تفطر يوم، صم الاثنين والخميس. ما أستطيع صم أحدهما. ما أستطيع يا عبد الله صم يوم 3 أيام من كل شهر، فهذا كصيام الدهر. إن كنت تستطيع فهي الأيام البيض، إن كنت لا تستطيع فاجعل أي 3 أيام. لا يمرن عليك شهر إلا وصمت فيه 3 أيام. هذا أضعف الإيمان وأقل الصيام يا عبد الله. صم 3 أيام من كل شهر، ما أسهلها وما أهونها في هذه الأيام. الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة. عليك يا عبد الله بحضور مجالس مثل هذه المجالس، مجالس الصالحين. يخبرني هذا الأخ العريس جزاه الله خير، يقول أن هذا هو أول مجلس، فإن كان أول مجلس بهذا العدد وهذا الكم فهذا المجلس إن شاء الله مبارك بأهله. ولن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم. قل لكل صاحب لك، لكل أخ لك، ابن عم، عزيز، قريب، قل لهم ما رأيك أن نحضر ساعة في الأسبوع كل أحد بعد صلاة العشاء في مجلس بيت فلان، نستمع الذكر. وأنت احرص يا عبد الله على هذا المجلس وعلى مجالس العلم. احرص يا عبد الله على النوافل من الضحى، من الرواتب، من قيام الليل، من النوافل المطلق احرص عليها يا عبد الله. وعليك بكثرة الذكر. بعض منا في السيارة ذاهب للعمل راجع من العمل ساكت، لما تصمت يا عبد الله؟ كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان للرحمن. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم. كم مرة ذكرتها اليوم؟ غفلة يا عبد الله، إلا من رحم الله منا. من قال سبحان الله بحمده في يوم 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. هل قلتها اليوم سبحان الله بحمده 100 مرة ما تأخذ منك 10 دقائق؟ سبحان الله بحمده 100 مرة كل ذنوبك وإن كانت مثل زبد البحر. والكبائر تحتاج إلى توبة طارقة يا عبد الله. هذه بعض مقويات الإيمان، منها أن تبتعد عما يضعف الإيمان من المعاصي والذنوب وكثرة المباح، كثرة السهر والمجالس التي لا فائدة منها. هذا والله أعلم بعض أسباب تقوية الإيمان.